ما أهمية برنامج التربية الإعلامية لدى المدرسين والمدرسات؟ البرنامج التربية الإعلامية مهم جدا. أولا بيخلق توعية للمدرسين اللي مش على علم بكل جوانب الإعلام، تيفهموا يحللوا يقدروا يوصلوا رسالة للطلاب أو التلاميذ. بعدين في كثير من الأحيان التلاميذ سابقين المعلمين، فيجب مواكبة العصر شئنا أم أبينا. ما هي مخرجات هذا التدريب وما هي الورشات التي يجب أن تطرح كمرحلة القادمة؟ يجب متابعة هذه الورشة، يعني لا نتوقف فقط عند ورشة واحدة، لازم يكون في عدة دورات تدريبية للمعلمين، ويجب كمان يكون في تفاعل مع الطلاب وجعلهم جزء من اتخاذ القرار حتى هن يستفيدوا أكثر وأكثر. يعني الجيل الناشئ بهمنا أنه يكون مش بس على دراية بالإعلام، بس يعرف شو مكوناته، يعرف يحلله بطريقة جيدة، ويعرف الفرق بين السلبي والإيجابي. هذه دورات نعملها مرات على مدى أسبوع، من الصباح إلى العصر إلى المساء، فيوم واحد مش كافي، لا بالعكس يجب أن نتوسع في هذا المجال. أنت ذكرتي أن يوم واحد مش كافي، ما هي الدورات الأخرى اللي ممكن تعزز القيم اللي انغرزت فيهم في هذه الدورة؟ أول شيء أولياء الأمور وراح أذكرها والمدرسين لازم يواكبوا العصر، يعني في كثير منهم ما بيعرفوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، هذا جزء لا يتجزأ من التربية الإعلامية. يعني أنا أحبذ مش بس أنه يفتحوا صفحات على الفيسبوك، لازم يغردوا، لازم يدونوا، لازم يعرفوا يتواصلوا مع الشباب، مش بس يحكوا بلغتهم، يحكوا بلغة الشباب. ما رأيك بمبادرة مركز الدوحة لحرية الإعلام لتدريب الهيئة التدريسية والمدرسين وجعله منهج في المدارس؟ أول شيء عظيم. ثانيا وأنا برجع كمان للفكرة اللي ذكرتها من قبل، أنه أنا تشرفت بمعرفة سمو الشيخة موزة اللي هي كتير بتشجع هيك مجهود، ولازم أنه نكفي فيه، يعني لا نتوقف فقط بهالموقع هيدا من يعني انه دوره واحده، لا لازم يكون مشروع متكامل على والواحد يكون نفسه طويل. الحين مركز الدوحه لحريه الاعلام بدا يتوسع في الدول المجاوره مثل البحرين ومصر، ما رايك الخطوات التي يجب ان يتخذها في هذه الدول؟ بفتكر انه لازم يشجعوا انه يكون في تربيه اعلاميه مثل ما بيعملوا هون، ويعملوا دورات تدريبيه كمان بهذه الدول، ويكون في تبادل خبرات والكل يستفيد من هذه الخبرة. كيف ممكن أن يتحسن هالبرنامج بما أنت شفتي في قطر وشفتي مثال في الكويت والإمارات، كيف ممكن أن يتحسن البرنامج للخطوة القادمة؟ بفتكر لازم يكون في تدريب لأولياء الأمور، يعني أهل الطلاب والتلاميذ، لأنه هني مش عم بيواكبوا العصر، فكمان يكونوا جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. أفهم من كلامك أن مواكبة العصر مثل الإعلام الجديد والإعلام الحر هو مواكبة الشباب، فما رأيت بالشباب اللي لم يواكب هذه الأشياء بعد؟ الشباب اللي مثل ما يقرأ بندربهم، والكل لازم تدريب من فوق لتحت، يعني بدون استثناء. يعني أنت تؤمنين بالرأي اللي يقول الإعلام لكل الأعمار من 3 سنين إلى 70 سنة؟ طبعا، ولكن ضمن سياق معين، يعني اللي بيتعاطى مع طفل مثلا في المدرسة الابتدائية غير اللي بيتعاطى مع شاب مثلا في الجامعة، غير مع راشد بيشتغل مثلا في الإعلام أو في أي مجال تاني. بس إذا برنامج مصمم بطريقة علمية جيدة الكل بيستفيد أكيد. هل ممكن أن نوصل الأفكار المعقدة مثل التثقيف الإعلامي لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية؟ نعم، بس بطريقة مبسطة، مثل ما شفنا كان في فيديو عن طفل عمره 9 أشهر بيستخدم الآيباد، بيتعلم من الآيباد ألعاب بسيطة بس بتفتح له ذهنه، بيصير من المسح على الآيباد مثلا بيوصل لمعلومات معينة، بيتعلم كيف الأرقام، الألوان، الأغاني، الموسيقى، شيء حلو، شيء جميل جدا. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا. كانت معنا الإعلامية الرائدة ماجدة أبو فاضل، كان معكم محمد عبد العزيز الحر إعلامي ناشئ في مركز الدوحة لحرية الإعلام.